عمر، الغداء يا عمر. لست جوعان. وقت الإفطار لم تكن جوعان، وفي المدرسة لا تكون جوعان، وتعود بالشطائر كما هي. ها؟ والآن لست جوعان. أخبرني، متى تجوع إذن؟ لا أعرف، ربما ليلاً. اتركي لي الطعام في المطبخ وسآكله في أي وقت. تقول ذلك كل يوم ولا تأكل شيئاً. سآكل اليوم إن شاء الله. الأرز، الفاصوليا، اللحم والسلطة، رائع. انتظروني قليلاً، سآكلكم غداً على الغداء. ولكني سآكل الآن ما أحب. أوحشتيني يا حبيبتي منذ ساعتين ولم أتذوق قطعة منك. انتظرت حتى تنام أمي لآكلك بتلذذ وعلى مهل. ضبطتك متلبساً. أمي تتركني نائمة وتنفرد بالشوكولاتة؟ كنت جوعان. والأرز والفاصولياء واللحم؟ لا أريدهم الآن. لا تريدهم؟ لأن الشوكولاتة والحلويات قد أفقدتك شهيتك. لماذا تأخذين العلبة كلها؟ لأخفيها عنك كلها، حتى إذا جعت لن تجد إلا الطعام العادي الذي يأكله سائر البشر. أمي انتظري يا أمي، اتركي لي قطعة واحدة فقط. لا، ماذا سآكل الآن؟ ها أنت يا حبيبتي، لن يستطيع أحد أن يفرق بيني وبينك. ستظل في الجبيرة أسبوعين كاملين، ستغيب فيهما عن المدرسة والنادي، وستفوتك دروس مهمة وتمرينات ضرورية، كل هذا بسبب الشوكولاتة. كيف عرفت أنني أخفيها منك فوق الدولاب؟ أنت يا أمي تخفين كل شيء فوق الدولاب. حسن، في المرة القادمة سأغير مكان الإخفاء. لا دروس ولا تمرينات ولا شوكولاتة. عمر، شفاك الله يا حبيبي. شكراً يا عم شادي، تفضل. أمك قالت لي إنك سقطت من على المقعد. وهل قالت لك لماذا؟ لا، الحمد لله. أحضرت لك الشوكولاتة التي تحبها. شوكولاتة؟ افتحها بسرعة. ألهذا الحد أنت جوعان؟ جداً يا عم شادي. ها هما قطعتان. شكراً. قطعة لي وقطعة لك. موافق. منعني منها الطبيب ولكني ضعيف أمامها. كلنا ضعاف أمامها. شوكولاتة. أمي. شوكولاتة. شوكولاتة يا شادي، إنها هي التي كسرت ساقه.
لم يقل لي ذلك. كان عليك أن تسألني. ولماذا تأخذينها مني أيضاً؟ لأنك أحضرتها دون إذني. أمي، إلى أين تذهبين بها؟ إلى مكان لن تصل إليه. أعطيها لي وسأعود بها يا هالة. لا، أنت أيضاً معاقب يا شادي. يبدو أنها ستأكلها سراً. المشكلة ليست في الشوكولاتة وحدها. أتريد أن تمنعني من طعام آخر؟ لا، بل أريد أن تتناول غذاءً متوازناً. وماذا يعني غذاءً متوازناً؟ يعني غذاءً به كل العناصر الغذائية المهمة للجسم: الكربوهيدرات للطاقة، والبروتين للنمو، والفيتامينات لزيادة المناعة. وكيف عرفت كل ذلك؟ من الإنترنت طبعاً. والأهم من هذا أن تأكل فاكهة الموسم في أوانها، فقد خلق الله البرتقال في الشتاء وبه فيتامين جيم ليقينا من نزلات البرد، وخلق البطيخ في الصيف ليرطب علينا في شدة الحر. سأحاول. وعليك أن تعلم أن كل مسلم مطالب أمام الله بالحفاظ على صحته. أهو فرض في الدين؟ بالطبع، فأجسامنا أمانة من الله لدينا، علينا أن نحافظ عليها من كل سوء. أنا نفسي كنت أمارس الرياضة في شبابي. أي رياضة؟ الرماية وركوب الخيل. بمناسبة الخيل، متى عدت من بغداد إلى بلدك؟ عدت إلى بخارى بعد أيام قليلة من وداعي للإمام أحمد بن حنبل في بغداد. كنت قد اشتقت كثيراً إلى أمي وأخي ومدينتي كلها. حمداً لله على سلامتك يا بني. الأهم سلامتك أنت يا أمي. أنا قد تحسنت كثيراً عندما رأيتك. اشتد عليها المرض في غيابك يا محمد. هذه المرة سأحاول أن أبقى معها وقتاً طويلاً. حدثني عن أخبارك يا بني. الحمد لله، أوشكت على الانتهاء من نصف كتابي الجامع الصحيح لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله. تجربة المرض أشعرتني بضرورة أن تتزوج قريباً. أخشى أن أموت وأتركك وحدك. أطال الله في عمرك يا أمي. استغل الإجازة لتتم زواجك يا محمد، والحمد لله أن عروسك موجودة وفي انتظارك. يا فاطمة، أنت فتاة طيبة وعلى خلق ودين، ولكني أشفق عليك من الزواج بي.